احنا عيله متكامله جامدين واسطوره. اكتب ايه بيجي من شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. النهارده يوم جديد، بس اقول لكم على حاجه، يوم النهارده مش زي اي يوم. النهارده هنعيش مع بطل خارق جديد، والبطل الخارق النهارده اسمه كابتن امريكا. بصراحه انا متحمس ليه جدا النهارده. ويا ترى قوه البطل الخارق ده قوته ايه وعامله ازاي؟ بصراحة معرفش، ولكن يعني لو انتم متحمسين لفيلم النهاردة انزلوا يا ابطال اعملوا لايك كتير لفيلم النهاردة، واكتبوا في كومنت انتوا عايزين الفيلم الجاي يبقى ايه. يعني يا ابطال بناخد افكار كده من الكومنتات بتاعتكم يا اساطير. وليتس جو نخش في الفيلم. يا سلام، بيت الجديد المتواضع، احلى بيت ده ولا ايه؟ يا لا لا لا، احسن حاجة بصراحة عندي هي السيت اب. شوف شوف، يا احلى حاجة فعلا هو السيت اب، بس بصراحة يعني مش احلى حاجة السيت اب قوي، بس احسن حاجة ايوه اللي ورايا ده. اللي ورايا ده بيت كابتن امريكا. ده الشخص ده ساكن جديد وبيقولوا عليه بطل خارق. بصراحة متحمس قوي اشوفه. بس اتعرف عليه ازاي؟ اتعرف عليه ازاي؟ شخص جديد اتعرف عليه ازاي؟ خلاص ماشي، انا اجرب دلوقتي، اروح اخبط عليه واشوف هيقول لي ايه. ايه ده؟ الباب مفتوح؟ يعني كده مش عارف اخبط. خلاص خلاص، انا هدخل كده. انا مش عارف ليه حاسس ان انا حرامي. لا لا، انا هدخل عادي. ايه الجنينه دي؟ حلوه قوي الحاجات اللي عنده دي بصراحه. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ده ماشي فوق. انا استخبى، انا استخبى هنا بسرعه. ايه ده؟ مين فتح باب الفيلا بتاعتي؟ يا نهار ابيض، بيقول مين فتح باب الفيلا بتاعته. انا خايف بصراحه، خايف يعمل لي حاجه. انا بفكر اطلع له. اهلا اهلا بيك كابتن امريكا. ايه ده؟ انت مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ انت شكلك حرامي. ايه اللي خلاك تفتح باب الفيلا؟ وايه اللي خلاك تستخبى مني اول ما شفتني؟ ودلوقتي جاي تسلم عليا؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ شكلك حرامي. انا؟ لا والله، ده شكل واحد حرامي. ده انا حتى لابس يعني ايس كاب مش بتاع حراميه، ولا بنطلون حرامي، ولا حتى تيشيرت حراميه. شوف شوف، انا يوتيوبر مشهور عندي 120,000 مشترك. بصراحه يعني انا بحبك قوي وبتابعك جدا. هو ممكن اخد صوره معاك؟ هو اي حد يعني يخش عند الفيلا واجي قفشه يقول لي انا مشهور وانا مش لابس لبس حراميه؟ هو الحرامي يعني بيبقى مكتوب عليه حرامي يعني؟ انت شكلك حرامي اصلا، وبعدين يوتيوبر ايه ومش يوتيوبر ايه؟ انا مالي انا ومال الكلام دوت؟ انا عاوز اعرف دلوقتي انت دخلت عندي بتعمل ايه؟ وعلى فكره انا ممكن اسجنك لانك دخلت الفيلا بتاعتي بدون اذن. انا بتاسف لك جدا يا كابتن امريكا، يعني انت ليه بتعمل معايا كده؟ انا بقول لك انا من الفان بتوعك، وعلى فكره انا بجد مشهور. انت بس ابحث عن اي بي جيمنج في اليوتيوب وهتلاقيني. واقول لك كمان حاجه، انا مش حرامي، لان اول مره حد يقول لي الكلام ده. بعد اذنك ما تقولش الكلام ده عليا تاني. فانزل اللي انت بتتكلم عليهم دوت، امشي اطلع بره بدل ما اسجنك دلوقتي حالا. بلا يوتيوب بلا قرف. انا مش عارف بصراحه انت بتعملني كده ليه. انا باين عليا اتكسفت قوي، وكفايه حد كده بجد. انا همشي. شكرا لمعاملتك ليا يا ملك الابطال. سلام. ايه ده؟ هو ليه كابتن امريكا بيتعامل معايا المعامله الوحشه دي؟ ده انا قلت بقى عشان عندي مشتركين كتير فهيحبني، ولكن فعلا الناس مش بتاخد بالشهره. انا استغربت، افتكرت ان كل الابطال الخارقين عادي اقدر اتصور معاهم لان انا مشهور، لكن واضح كده ان مفيش فايده. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بصراحة انا متضايق اوي من اللي حصل ده. بصراحة انا اول مرة انام زعلان، مش عارف بقى من اللي يحصل يحصل. انا لازم اعرف الولد دوت دخل عند البيت يعمل ايه. هو بيقول لي ان هو مشهور على اليوتيوب وعنده متابعين كتير، فممكن يعمل عني فيديو ويكره الناس مني، لان طبعا اتعاملت معاه معاملة وحشة جدا، فممكن الناس تكرهني بسبب كده. وانا كمان مش متاكد هو كان ممكن يكون بيعمل فيها مقلب او بيصور فيديو ولا لا، واكيد طبعا اليوتيوبر دول بيبقى عايزين يصوروا فلوجات والكلام دوت، فممكن يكون عمل حاجه من الحاجات دي. انا فعلا لازم اعرف هو مشهور ولا هو فعلا حرام. لازم ابص كده في المدينه واشوف فعلا هو ليه بيت ولا لا. يلا بينا نشوف. بتاع البوابه ايه ده؟ في بيت قدامي على طول باسم اي بي جيمنج 707. ده شكله هو فعلا، والبيت بتاعه الله اكبر اكبر من بيتي بكتير. طب انا عندي فكره دلوقتي، انا بفكر ان انا اخش البيت
وكمان ابحث عنه في اليوتيوب. يلا ودلوقتي جار البحث عن اي بي جيمينج. اي بي جيمينج ايه ده؟ ايه ده؟ شكله هو فعلا نفس الشخصية بتاعه، نفس لبسه، نفس كمان طريقة كلامه، شكل بجد هو مشهور فعلا ومش حرامي. انا مش عارف ايه اللي عملت دوت بصراحة، بس طبعا مش اي حد هيجي يقول لي ان هو مشهور وكده هصدقه طبعا يعني. بس ايه ده؟ انا كمان مش مصدق انه قدام بيتي يوتيوبر مشهور جدا. خلاص بقى انا قررت ان انا هنسى كل الماضي وخلاص، ومش لازم اقعد اعيط على كل حاجة تحصل لي. انا قررت ان انا هنزل اشتري حاجات من السوبر ماركت عشان في حاجات انا كتير قوي محتاجها للبيت. وخلاص بقى موضوع كابتن امريكا ده اللي حصل ده مش عايز اعرفه تاني، عشان ان هو يتهمني ان انا حرامي وانا اصلا يوتيوبر. ماليش دعوه باي حاجه، ماليش دعوه باي مشاكل بتحصل. انا هنزل اروح السوبر ماركت دلوقتي. يلا بينا، المفروض السوبر ماركت اهو. يلا اما اسلم على عم سعيد. ازيك يا عم سعيد، عامل ايه؟ ايه بي جيمنج المشهور جه عندي؟ يا سلام يا اولاد، ده انت تاخد كل حاجه ببلاش. حبيبي والله يا عم سعيد، تسلم على الكلام الحلو ده، بس لا ما يرضينيش بصراحه ان اخسرك وانت شارب ضعف بفلوس غاليه. لا 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 يا حبيبي، مفيش الكلام ده، انت هتاخد كل حاجه ببلاش عشان انت ايه بي جيمنج بس. يا والله احسن حاجة فعلا هي حب الناس. ماشي شكرا يا عم سعيد، انا هاخد دلوقتي عجلة واشتري الحاجات اللي انا عايزها. يا سلام هاخد بيتزا ودوريتوس كمان، احلى دوريتوس ده. لا 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 عايز دوريتوس يا عم. ايوة ماشي، حليب ولا مية؟ ماشي ماشي هجيب مية عشان مش عندي مية كتير في البيت، انا اصلا عايش لوحدي يعني وكده. ايوة كمان اجيب حليب. ايوة حلو اوي الحليب ده. اوه البيبس ده اهم حاجة في البيت اصلا. يلا يا عم سعيد بقى، يلا خد حاسب. يا حبيبي انا قلت لك مش هحاسب، خلاص الحاجات دي اعتبرها هدية مني ليك. انت بقى مصمم؟ يعني انت مصمم ليه يا عم سعيد بقى؟ قلت لك خلاص. طب ولا خلاص ولا بس. بقول لك ايه، ما تتكلمش كتير ويلا يلا روح الحق كده سجل لنا فيديو جديد ليك. حبيبي والله يا عم سعيد ما نحرمش منك ابدا. سلام. سلام يا ابني. يا سلام، شوفوا الناس المحترمة بتعاملني ازاي. بصراحة مفيش احلى من التعامل ده وحب الناس طبعا. لكن مش كابتن امريكا جيت اقوله عايز اخد معاك صورة يجي يقول لي ايه انت حرامي وبيتهمني ان انا يعني حرامي معرفش على ايه. انا اصلا دخلت ولقيت البوابة مفتوحة وداخل اقوله هات صورة. مش عارف بقى، انا مش عايز ازعل حد مني بصراحة. يلا انا اروح البيت. يلا المفروض انا دلوقتي وصلت بيتي. تمام. ايه ده؟ هو واضح كده ان كابتن امريكا بيتكلم دلوقتي في التليفون. مش مهتم، انا مش مهتم بصراحة. افتح ايه بي جيمنج افتح. بقول لك ايه، اقفل انت دلوقتي علشان الصورة عندك بتقطع وشكل النت عندك خربان. اقفل اقفل. كابتن امريكا، هو انت عايز ايه مني دلوقتي بعد اذنك، بعد ما اتهمتني ان انا حرامي وجاي اسرق بيتك؟ يعني بالعقل كده، لو انت واحد دخل بيتك ولقيته مكسر الباب ودخل بيستخبى جوه، انت هتقول عليه مشهور ولا هتقول عليه حرامي؟ بصراحة مش عارف بصراحة، ولكن عندك حق. بس برضك يعني انا طلبت منك صورة، انت ليه ما رضيتش تخليني اخد صورة معاك؟ من الاخر كده احنا مش هنفضل نهري مع بعضنا كتير، انا بس جاي لك لحاجة واحدة معينة. انا عرفت اللي انت عندك قناة يوتيوب وفعلا عندك 100,000 مشترك او 120,000 مشترك يعني. تمام، شو ده المهم. المهم دلوقتي انا عايز اعرف انت كنت بتصور فيديو ولا لا؟ لانك طبعا لو بتصور فيديو وشفته نزل عندك في اليوتيوب انا هدمر لك حياتك. ايه ده؟ هيدمر لي حياتي؟ هو يقصد ايه؟ بصراحة انا فعلا كنت بصور فيديو، بس لا 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 اكيد انا مش هقول له حاجة زي كده. انا كنت بصور فيديو وبصراحة الفيديو ده لسه ما منتشتوش، بس ايه بعد الكلام ده انا خايف. انا حتى دلوقتي بصور فيديو وهو ما يعرفش عشان اعرف الناس حقيقة كابتن امريكا. افتح الباب يا ابني، انت هتفضل قافل الباب كده على طول ولا ايه؟ انا مش بكلمك. اه صح انت بتكلمني صح. ماشي اتفضل اتفضل افتح فتحت الباب. اتفضل ادخل اتفضل. ماشي انا ملاحظ ان بيتك حلو يعني. فعلا بيت يوتيوبر. فلوس اليوتيوب بقى؟ لا فلوس يوتيوب ايه، مفيش حاجة اسمها كده. لا لا انا اصلا يعني مش يوتيوبر معروف اصلا، تعرف انا عندي 100 مشترك. 100 مشترك، هنشوف دلوقتي. مش ده الكمبيوتر بتاعك برضو؟ ايه ده لحظة كده. انت بتوع الكمبيوتر بتاعي ليه؟ اصبر بقولك ما تتكلمش خالص طول ما انا في بيتك.
لحظة كده لحظة، ايه الفيديو ده بقى؟ هو ده الفيديو اللي انت صورته امبارح؟ انا برضه كنت شاكك، مفيش واحد زي برضه عنده قوات خارقة وذكاء عالي زي دوت تفلت منه حاجة بسيطة زي كده. انا طبعا قلت ان انت يوتيوبر واكيد بتصورني دلوقتي، لان طبعا بطل خارق مشهور جدا، واكيد انت طبعا مستغل الفرصة دي علشان تجيب بيا مشاهدات. فانا دلوقتي كشفت الفيديو، نهايتك على ايدي يا اي بي جيمنج. يا نهار ابيض، انا نسيت اقفل الكمبيوتر وانا كنت في السوبر ماركت. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ بقولك ايه يا كابتن امريكا، ما انا الفيديو ما نزلتوش على يوتيوب، يعني ما تقدرش تعمل معاه حاجه، ولو عايز امسحه همسحه. حاضر. انت لسه تمسحه؟ ودي انا مسحته خلاص. سلام. لا مسحته. ليه مسحته؟ هو ليه كابتن امريكا بيعمل كده؟ انا دلوقتي مطمن، مسحت الفيديو اللي صوره لي امبارح، كده مش هيعرف يعمل معايا حاجه. بس استنى، هو ممكن كمان يكون صورني وانا في بيته وانا بمسح له الفيديو، ولا لا؟ انا شاكك جدا في الموضوع دوت. يا ترى هو مصور فيديو برضه ولا لا؟ لازم اكتشف الموضوع دوت. انا قاعد من ساعه ما هو مشي بدور في الملفات، وللاسف مش لاقي اي حاجه. انا هروح ادور تاني. يا رب الاقي الفيديو. الفيديو للاسف مسحولي وانا مكنتش حاطه في ملف خالص، انا كنت حاطه في سطح المكتب الديسكتوب. انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. بس لا، ما تعرفوش ان انا ذكي، واصلا كنت بصور فيديو وكل اللي حصل ده متسجل فيديو اصلا. يا عيني، خليه هو بقى فاكر اللي هو مسح الفيديو، ولكن انا معايا اصلا فيديوهات كتير قوي ليه، وهكشف حقيقته. يعني هكشف حقيقته عشان يبقى يتهم ها ايبي جيمنج انه حرامي. طب بسرعة بقى قبل ما يكتشف حاجة زي كده ويعرف فعلا اني بصور اي حاجة هو بيقولها معايا او بيعملها معايا. بسرعة هقعد ومنتج الفيديو بسرعة 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 بسرعة، همنتجه كويس وكمان هنزله، وان شاء الله يجيب مشاهدات كتيرة. يلا بينا. ايوه بقى، الفيديو منتجته وترفع كمان على يوتيوب. حلو قوي. يا سلام، هو ده الكلام. اما انزل بقى ايه، اخد لي غطسين. ايوه ده بقى البسين بتاعي الجامد. يا سلام. ايوه بس كده عشان الناس كلها تعرف حقيقته، وبعد البسين ده اشوف بقى الفيديو جاب كام مشاهده. يا سلام، احلى ميه دي بجد ولا ايه؟ انا اقعد شويه في الجاكوزي هنا واشوف بالمره الفيديو جاب كام مشاهده. ايه ده؟ ازاي ده بجد؟ لحظه، الفيديو طلع في الترند، مش مصدق، وجاب اكتر من 50,000 مشاهده. ده كده حرفيا الناس كلها عرفت ان كابتن امريكا مغرور، والموضوع ابتدى يبقى ترند. عاش. ايه ده؟ هو ايه بيجي ينزل الفيديو؟ هو ده حصل ازاي؟ وحصل امتى اصلا؟ هو بيفرق كاميرات البيت؟ هو عنده كاميرات في البيت كمان؟ الشخص المجنون دوت؟ يا عيني، ده باين عليه محروق قوي مني. اكيد الفيديو طلع له وهو قاعد على اليوتيوب كده وجاله، او مثلا كتب ايبي جيمنج، او مش كتب ايبي جيمنج بس، كمان اكيد كتب اسمه، يعني كتب كابتن امريكا وتفاجئ باسمه وجنب اسمي، وكمان لقى الفيديو بتاعه موجود. عشان تعرفوا ان ايبي جيمنج بس بيفكر. دي مشكلة كبيرة جدا، انا لازم اجيب حل دلوقتي حالا. لازم كمان امسح الفيديو دوت من على اليوتيوب خالص قبل ما ينتشر. ينتشر؟ ما هو انتشر اصلا، هو لسه هينتشر. انا لازم انتقم منه. ايوان، الدنيا دلوقتي ليل وهو اكيد نايم، لازم اشوف طريقة اخش بيها البيت دوت. ايه ده؟ جراش البيت. ايه ده مفتوح. ده شكله نام ونسي الجراش بتاعه مفتوح. دي اسهل طريقة اخش البيت بتاعه. اوه ماي جاد، ايه ده؟ حمام سباحة، ده طلع غني جدا. ايه ده؟ السلم كمان، هو السلم دوت اللي هيطلعني عند الكمبيوتر بتاعه. ايه ده كمان؟ ده شكله غني بجد. يلا مش مشكلة، لازم اطلع دلوقتي حالا قبل ما يحس بحاجة. ايه ده؟ فين بقى الكمبيوتر؟ هو ده الكمبيوتر. انا لازم طبعا اقعد عليه دلوقتي واشوف كل حاجة، بس لازم اعرف دلوقتي هو فين؟ هو في البيت ولا مش في البيت؟ يا رب ما يحس بيا. بس هو فين بقى؟ لازم امشي كده علشان ما يحسش بيا. انا لازم دلوقتي اطلع فوق واشوف هو فوق ولا لا. يلا بينا، انا خايف جدا. انا مش عارف ليه انا خايف، لانه طبعا ممكن يتهمني ان انا برضه حرامي زي ما انا متهم. ايه ده؟
ده نايم بجد هنا. يجري بسرعه يجري. يا رب ما يسمعني يا رب يا رب. ايه ده؟ انا حاسس ان انا سمعت صوت، مش عارف، صوت رجلي كده، مش عارف، هو صوت بيهمس في وداني، مش عارف بقى. ماشي انا اكمل نوم. يلا يلا ده صحي، انا سمعت صوت والله. يا لهوي يا لهوي، كمبيوتر بسرعه، كمبيوتر كمبيوتر. ايوان هو ده المطلوب. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. ايوان حذف نهائي من القناه. ايوان الحمد لله الحمد لله. يلا بسرعه مهمتي خلصت، لازم دلوقتي اخرج بسرعه قبل ما يحس بحاجه. ايه ده؟ في حاجه جت في الموبايل. ايه الاشعار الغريب ده؟ ايه قناتي فيها مشكله؟ ازاي قناتي ما فيهاش اي مشاكل؟ في حاجه غريبه تحت بتحصل، انا لازم اشوف فيه. بسرعه بسرعه انا نازل. ايه ده كابتن امريكا انت إيه هنا؟ ايه ده ايه ده؟ انا كنتش بعمل حاجه. انت مش كنت نايم دلوقتي؟ كنت نايم. لحظه، انت عرفت منين وليه بتتسحب بالطريقه دي؟ انا ما بتسحبش على فكره، انت بس اللي فاهم غلط. انا كنت داخل، كنت عايز اعمل حمام عادي. تعمل حمام عندي؟ انت واضح انك جاي تهزر. بقول لك ايه، مفيش الكلام ده معايا. انت زي ما انت اتهمتني ان انا حرامي، على فكره انا كنت ممكن دلوقتي اتهمك انك حرامي، بس عشان انا قلبي طيب ومش بحب اعمل كده. على فكره انا مسحت الفيديو اللي انت نزلته امبارح. ايه مسحت الفيديو؟ لحظه انا اجع الجهاز. مسحت الفيديو ليه؟ طب انت كنت، على فكره يا كابتن امريكا، انت لو كنت قلت لي امسحه بالذوق انا كنت همسحه، لكن تدخل على قناتي وكمان تدخل في بيتي وانت اللي تمسحه؟ لا لا لا، مش اخلاق ابطال خارقين ابدا. ما انت عارف اللي انا مش عايزك تنزله. امبارح جيت لك برضه ومسحت لك الفيديو القديم، وانت برضه نزلت الفيديو دوت. معنى كده اللي انت منزله وعارف اللي انا متضايق علشان تضايقني اكتر. يا عم خلاص حصل خير، وانا مش عايز بصراحه ازعل منك لانك بطل الخارق الوحيد اللي دايما بتفرج عليه كل يوم. اتمنى تكون ما زعلتش مني. على فكره ايه بيجي منك، انت انسان طيب جدا وانا حبيتك. مش معقول بعد اللي انا عملته معاك ده كله وبرضه لسه قلبك ابيض ولسه بتحبني. انا بصراحه مش بحب يكون في قلبي اي حاجه وحشه لحد، بحب يبقى قلبي صافي كده ويكون بحب كل البشر يعني. عادي دي طبيعتي. حبيبي ايه بيجي منك، اتشرفت بيك جدا، بس يا ريت يعني قبل ما تصور معايا حد تاني استاذن منه الاول، وقبل ما تخش اي بيت حد تاني لازم برضه تستاذن منه الاول. انت امبارح ما كنتش لاقيني صح كده، بس برضو المفروض كنت تستناني لحد ما تشوفني وتستاذن انك تخش البيت او انك تصور معايا. انا طبعا ما رضيتش اصور معاك لان طبعا انت اقتحمت البيت عندي، وانا مش هسيبك تقتحم البيت وتصور معايا كمان، لازم اعرف انت مين ودخلت البيت عندي ليه. خلاص احنا بقى مش عايزين نفتح في المواضيع القديمه، والمهم اللي انا دلوقتي بردك هاخد صوره معاك. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه.